تحتفل مصر في العاشر من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يعبر عن تطلع الأسرة البشرية لبناء عالم قائم على المساواة والتسامح والتعايش والإخاء والاحترام المتبادل بين الشعوب والحضارات. هذا وقد عبرت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في 11 من سبتمبر من عام 2021، قد عبرت عن قناعة وطنية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.